اشرب ولا جيجا هبش. انت سرقت الامريكاني وقتلته عشان تداري على عملتك. امريكاني؟ يا نهار اسود، امريكاني مين بيه؟ الامريكاني يالا، الامريكاني اروح امك اللي كان على الفيديو اللي انت اساسا بتنكر انه كان موجود على الهارد. لا باشا حضرتك مش عارف، انا الهارد ده باشا انا واخده تخليص حق بالواد سمير مصالح، وبصراحه باشا ما كانش عليه اي حاجه. ما كانش عليه اي حاجه. لا كان عليه يا روح امك، كان عليه، وانت مسحته قدام العيال اللي انت خطفتهم وحاولت تقتلهم. صح عيال النهار السود، عيال مين بس؟ انا والله العظيم ما عملت حاجه. لا عملت، لا عملت يا روح امك، عملت. اشرف تاخد الهارد اللي سلمه لنا هشام بيه وتنزل بيه المهندس الكمبيوتر دلوقتي تخليه يعمل لنا ريكفر لكل الداتا اللي عليه. يلا بسرعه. بص بقى يا عم جيجا. اه باشا. انا عامل لك مفاجاه، ابسط يا عم. ربنا يخليك. انا هقلعك مالت وهحطك في تشت ميه ساقعه وهنزل لك فرده كهرباء. شوف انت بقى هتحس بايه؟ كلك نظر. لا 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 بيه، انا في عرضك يا بيه، انا في عرضك والله، انا في عرضك. اعترف يا سيد يا جيجا. بص يا باشا الكلمه خيبه، انا عجيب من الاخر بصراحه. باشا الفيديو اللي سيادتك بتتكلم عنه ده كان فعلا موجود على الهارد، بس والله العظيم انا بلا دعوه باي حاجه، انا كل اللي عجبني في الهارد شويه الافلام الثقافيه اللي كانت موجوده، قلت هاد جيجا انقلهم على فلاشه من غير ما الواد سمير مصالح يعرف حاجه، يعني قلت اشوف لهم بيعه كده ولا كده واعمل بيهم اي مصلحه. ساكن فين مصالح بتاعك ده؟ هرب. ساكن في الهرب يا باشا، في الهرب. اديني عنوانه يالا. ادهولك يا باشا، بس يا باشا انا اخر علمي بيه ان الواد سمير مصالح ده مختفي بقاله مده ومحدش يعرف له طريق جره. هنجيبه، هنجيبه يا روح امك، لو في عبره هنجيبه. خساره يا بيت، حتى بنتك اللي خلفتها وربيتها عشان تفرح بيها خرجت عن طوعك واتجوزت من وراك. طب يا ترى العيب فيها ولا فيك؟ وحتى لو العيب فيها ما هو برضه منك. واللي اتجوزته الاخر راح ومحدش عارف هو فين. يا ترى انت فين يا آدم؟ فين بنتك؟ فين؟ عايز ايه من بنتنا؟ عايز بنتكوا فين؟ ماليش فيكوا. عايز منها ايه؟ فين هي؟ هو انا لسه عملت حاجه؟ اصبري عليا، قسما بالله العلي العظيم لو ما رجعت عن اللي في دماغك ده لماسك دماغك تحت رجلها وفرمها. سامع ولا لا؟ عيب الكلام اللي انت بتقوله ده يا سيف. مش عايزاك. هو بالعافيه؟ ايوه بالعافيه، بالعافيه يا بنت. انا لسه سيف الحديدي ولا نسيتي؟ بان عليك بتنسي او بقيت غبيه؟ لا كنت غبيه لما استحملتك السنين اللي فاتت دي كلها واستحملت حالتك المريضه وصبرت عليك. وهتصبري العمر كله غصب عنك. عيب عليك كده يا سيد. انت كده تجاوزت كل الحدود. ايه يا اخي؟ مش عايزك، انت ما بتفهمش. بقول لك يا بنت، انا ممكن اقتلك واتحرم منك مع اني بحبك، ولا ان الناس تقول عليا مخلوعه. حاولي تفهمي اللي بقوله كويس بدل ما حصرك على اهلك الطيبين دول وانت اولهم. ايه؟ ايوه تهديد. لو ما رجعتيش عن اللي في دماغك ده هو ده اللي هيحصل. انا سيف الحديدي. للمره الثانيه خافي على اهلك وخافي على نفسك. اظن كده انا عملت معاك اخر واجب وخلصت ضميري كده. روح بيتي بقى وانا مرتاح. سلام عليكم. ضمير؟ ضمير ايه؟ هو ده عنده ضمير؟
هو ده بني ادم اصلا؟ هو عنده كرامه؟ اسمه شوقي غريب ابو الليل، وصاحبه عاطف عبد الحميد السكري. انت عارفه لو كلامك ده مش مظبوط يا حنان انا هعلقك. بص يا باشا، انتوا لو عملتوا كبس عليهم دلوقتي هتلاقوا كل المسروقات اللي تثبت كلامي. اديني عنوان. عبده مع ام سيد الدلاله دي مرضعه الحته كلها وطول عمرها معمصه. ما هو ده اللي مجنني يا بطه، فيها ايه ام سيد احسن مني؟ صراحه جوزك ده نفسه حلو قوي. كانتوا القرف مش طايقاه ولا طايقه ريحته. صراحه هو مقرف قوي، لازم اتطلق من عبده. اهلا اهلا بابو ريحه. الله يريحك يا اختي، ريحتي ان شاء الله ابط. ريحتك اللي فاحت قوي يا عبده مالت الحته كلها. الله الله الله، انت برضو صدقتيها يا حماتي؟ ده كلام؟ دي بيتهيألها؟ بيتهيألي بيتهيألي يا ضلالي، ده انا شايفاك بعناية دول يا غشاش يا واطي. بصراحه بقى كده كانت ساعه شيطان وراحت لحالها. خلاص بقى حاك عليا، سامحيني يا سامي يا مراتي يا ام ابني. اخس عليك راجل واطي بصحيح، ساعه شيطان مع ام سيد يا راجل حرام عليك، دي تتوب الشيطان. الله، ما انا برضو معذوره يا جماعه، ما انا قاعد لوحدي طول النهار ومش لاقي حاجه اعملها، وانت برضو يا ساميه سايباني كده ومش سائله فيا. الله، انا برضو مهما كان بشر وضعيف. وانا وابنك مش محتاجين واحد ضعيف زيك، هي كلمه واحده ورقتي توصل لحد عندي، فاهم ولا لا؟ كده برضو يا ساميه، انت اللي ابتديت بالغلط يا عبده. وخلاص جاي اقول حقوق عليا وصلح غلطتي، يبقى انا غلطان؟ في غلط ما ينفعش يتصلح، وهي كلمه واحده، هتطلقني بالذوق ولا افضحك؟ انا ما يتلويش دراعي يا ساميه. بس ممكن تتكسر رقبتك يا عبده. وصلنا لمعلومات مهمه جدا في قضيه ادم سعادتك. وصلت ليه يا عبقري؟ قول لي. اللي سرق الهارد واحد اسمه سمير مصالح ومختفي بقاله فتره. الهارد فين؟ الهارد معاه، بس ما تقلقش سعادتك لاننا قبضنا على شريكه سيد جيجا. هتقعد تقول لي بقى مصالح وجيجا، مين جيجا ده كمان؟ جيجا ده سعادتك كان صاحب مصالح وكان واخد نسخه من الفيديوهات على هارد تاني، بس لما حس بخطر مسح الهارد، وخبير الكمبيوتر اكد لي ان احنا ممكن نرجع كل الداتا اللي كانت موجوده على الهارد لو عملنا ريكفر للهارد. وبكده يا فندم هنلاقي فيديو جريمه القتل اللي هيكشف لنا الحقيقه كلها. وبكده يا فندم مش هنوصل لاي حاجه، لان مفيش دليل. لازم تحط ايدك على دليل عشان نعرف نقفل القضيه. مهمتنا دلوقتي ان احنا نوصل لادم ونقبض عليه وبعدين نسلمه. كده بقى احنا خلصنا شغلنا، هما بقى يدينوه يبرقوه، ملناش دخل فيه. مفهوم؟ مش ده كلامك ولا ايه؟ لا يا نادر. تقول ايه؟ ادم في الاسر؟ انت متاكد؟ طب اقفل اقفل اقفل. لا يا ابني، اديني الاسر بسرعه. قلبي وجعني عليك قوي وصعبان عليا خصمنا ده. ده احنا ملناش غير بعض يا بابا، معقول قدرت على بعضي؟ ده انا بنتك الوحيدة. انا مش زعلانة منك، وكل املي ما تزعلش انت كمان مني يا بابا. يا بابا انا عملت الصح، يا رب حنن قلبه وهدي عليا يا رب. لو كان قدرنا الشيطان يدخل بينا ويفرقنا ويوجع فينا بالشكل ده، زيحوا عننا يا رب، ده احنا غلاب وملناش غيرك. يمكن اكون اتسرعت لما رحت واتجوزت ادم بالشكل ده، بس ده المقدر وده النصيب. أكيد أكيد يا رب ليك حكمة في كل ده يا رب. طب قولي لي، أنت مبسوطة في شغلانة جديدة دي؟ أنا وحتى لو مش مبسوطة، أنا ما صدقت ألاقي شغلانة أصرف بيها على نفسي بدل الحجة لأي حد. هو أنت لسه متخانقة مع باباكي؟ لسه مقطعني، ورغم ان المحل بتاعه جنب البيت وبعدي عليه في الرايحه والجايه، بس ما بيكلفش خاطره ولا يبص لي ولا يسال عليا حتى.
ايوه بس ده باباكي، يعني ازاي هاين عليه؟ معذور، انا اللي عملته فيه مش شويه. بصي يا نانسي، انا اتجوزت في الحلال بس من وراها برضو، وبابا طول عمره مش عاجبه ادم ومش مالي عينه، معرفش ليه. ادم؟ طب انا لازم امشي، انا اتاخرت. لا ثواني، خدي دول. يانا ايه دول؟ دي حاجة بسيطة تساعدك في المصاريف. لا يا نانسي انا اسفة، انا ما تعودش اخد حاجة من حد. انت ليه بتقولي كده يا يانا؟ الكلام ده تقوليه لحد غريب ولما يكون الفلوس دي مش من حقك، لكن دي مني انا وده حقك. ما هو جوزك اللي كان المفروض يكون جنبك دلوقتي وبيصرف عليكي ومتحمل مسؤوليتك مش موجود جنبك بسببي، يبقى ابسط شيء اقدر اعمله له ان انا اقف جنبك لغايه ما هو يا ستي يبقى موجود، وبعدين يبقى اعملي اللي انت عايزاه. معلش انا اسفه، برضو مش هقدر اخد منك حاجه، انا دلوقتي بشتغل ومكفيه نفسي. ارجوكي لو بتحبيني اوعي تعملي كده تاني. بحبك يا بنتي، انا نفسي تعتبريني زي اختك. عارفه يا نانسي، انا الاول كنت كرهاكي جدا ومش طايقاكي، اكمنك انتي السبب في ضياع ادم مني، بس لما عرفتك حبيتك قوي. وانا صدقيني انا بحبكوا قوي، بحس ان انتوا شبهي. كنت فاكره ان خلاص الناس اللي كده ما بقتش موجوده، لكن انتوا اثبتولي ان لسه في ناس جدعه وكويسه ونفسيتها طيبه، بس انا اللي ما كنتش عارفه ولا حاسه. احنا ناس غلابه وعلى قد حالنا. لا يا هنا، كلنا غلابه بس حالنا هو المفروض يتعدل ويبقى على قدنا. احنا ناس كويسين قوي، ناس كبار، كبار باخلاقها وبمشاعرها وحبها للناس، بس المفروض نزيد، المفروض نزيد ونكتر عشان الدنيا دي تتغير للاحسن. ازاي بس واحنا في زمن لازم نغير فيه جلودنا عشان نعرف نعيش؟ معاكي حق. انتي عارفة يا هنا، انا ساعات بحس ان معرفتي بيكو جات رحمة ليا. انتي مش عارفة انا كنت فين، انا كنت خلاص شايفة الدنيا سودة، حاسة اني وقعت ومش عارفة اقف على رجليا تاني، لكن من ساعة ما عرفتكو حسيت ان لسه في امل رغم كل المصايب اللي احنا فيها. لما بشوفكو بحس بدفى. ياه كلامك حلو قوي. صدقيني انا ده مش كلام، ده بجد اللي انا حاسه بيه ناحيتكم. ربنا يديم المعروف بينا يا نانسي. مساء الخير. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ حضرتك عم عبيد والد هنا؟ انا حضرتك تعرفي منين؟ انا اسمي نانسي، حضرتك ما تعرفنيش بس انا اعرف ادم وهنا كويس، وكنت جايه اتكلم معاك بخصوص الموضوع ده. حضرتك تعرفيني وتعرفي هنا وادم، انا بقى عدم المؤاخذه ما اعرفش حضرتك، يبقى ايه الاماره ان انا اتكلم معاكي في موضوع يخصني ويخص اهل بيتي؟ بأمرت حاجتين. اول حاجه ان اللي اعرفه يعني ان ولاد البلد الجدعان اللي على حق لما يجي لهم ضيف لا يمكن ما يكرموهوش ولا يسمعوا له. ماشي، اتفضلي حضرتك، احنا برضو بنفهم في الاصول شويه، اتفضلي. تاني أمارة بقى، إن عشان أنا فعلا مش من أهل بيتك زي ما أنت بتقول، ده اللي أكد لي إن أنا الوحيدة اللي ممكن أتكلم معاك في الموضوع ده. مش غريبة شوية إن الغريب هو اللي ممكن حد يسمعه في موضوع يخص أهل بيته؟ شوف يا عم عبيد، أنا بشوف إن الإنسان اللي عنده مشكلة مع أهل بيته ما بيرضاش يتكلم معهم هما بالذات في الوقت ده، لأن أي حد فيهم بيجي يتكلم معاه بيبقى حاسس انه اكيد يا بيتكلم عشان مصلحته او عشان موضوع يخصهم. لكن انا الوحيده اللي لو اتكلمت معاك ومشيت، بعد ما امشي لو قعدت فكرت فيها هتتاكد انه اكيد مش عشان مصلحتي، لان انا ماليش اي مصلحه في كل ده،
يبقى أكيد دي واحدة كانت جاية تشهد شهادة حق بس. شهادة حق في موضوع كله غلط في غلط. طب ده حتى يبقى عيب في حقك. هنا ما عملتش حاجة غلط يا عم عبيد. هنا اتجوزت. اتجوزت الإنسان اللي بتحبه. مش أحسن ما كانت تروح تتجوز جوازة مصلحة ولا فلوس؟ وساعتها كانت كل الناس هتقول على أهلها إنهم باعوها. وده كان هيبقى عيب في حقك أنت بقى يا عم عبيد. يا عم عبيد دي بنتك. بنتي؟ لا يا نسا. أنا مش بنتي. أنا لا خلفتها أنا ولا ربيتها. أنا دي بنت فجرة. عارفة دي لو بنتي؟ لو بنتي صحيح كانتش حطت راسي في التراب. لو بنتي صحيح ما كانتش كسرتني في وسطها الحتتي. لو بنتي صحيح كانتش راحت اتجوزت من ورايا. اتجوزت ايه؟ اتجوزت ايه؟ عارفه انا دي لو فكرت شويه صغيرين كانت عرفت ان انا قلبي على مصلحتها. فكرت شوية صغيرين كانت عرفت ان ادم بظروفه ومشاكله مش هو الراجل اللي تتجوزه ولا هو الراجل اللي تعرفه اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ادم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا متاكده ان كل الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي ده من ورا قلبك. انت اكيد خايف عليها. انا ما بقولش لا، بس اللي انا متاكده برضو منه ان هو كمان بيخاف عليها. ودي بقى شهاده الحق اللي انا جايه اشهدها يا عم عبيد. بص يا عم عبيد، انا هسالك كام سؤال وهسيبك لضميرك وامشي. لو شفت راجل، وانت راجل عندك بنت وستات في بيتك، راجل غريب بيحاول يتهجم عليها ودخل دفع عنها وعن شرفها وهو ما يعرفهاش ولا ليها باي صله، تقول عليه ايه؟ اقول عليه راجل شهم وابن أصول. تمام. طب لو شفت راجل في يوم من الأيام دفع عن واحدة عشان ينقذها من الموت وعرض نفسه للموت مع أنه كان ممكن يجري ويسيبها وهي لا تخصه ولا حتى من دينه، تقول عليه إيه؟ أقول عليه راجل ابن راجل وجدع وشاب. أنا بقى كل ده أدم عمله عشان يا عم بابي، وانا لا اعرفه ولا من اهله ولا مراته ولا اي حاجه. مين بقى الراجل اللي ما يتمناش انسان زي ده لبنته؟ فكر يا عم عبيد، في يوم من الايام هتتاكد ان كلامي صح. هتتاكد ان ادم ده الراجل الوحيد اللي ممكن يصون بنتك. وان كان يعني على مشاكله فقدر ربك يحلها له. أنا قلت اللي عندي يا عم عبيد وأسفة إني اتدخلت. سلام. ادم اصحى يا ادم. شامبي وداخل لك لوحدي، ما رضيتش اخلي حد من اللي بره يدخلوا معايا. ما تفكرش وما تخلينيش اعمل حاجه اندم عليها. اسمع يا ادم، يا ده انت في ادله كتير بتبرئك. اسمع كلامي، سلم نفسك علشان يحققوا معاك وتخلص من الورطه الهباب اللي انت فيها دي. الظاهر يا باشا انك ندمت انك سبتني امشي المره اللي فاتت. الظابط اللي جواك غلب انسانيتك. بالعكس، انت مش فاهم اي حاجه يا ادم. ما تنشفش دماغك، ما تبقاش عنيد، امشي شويه مع الطيار.
يا باشا اللي بيمشي مع التيار السمك الميت، انما انا قلبي حي ولسه بيدق. عارف عارف يا ادم، وانا كمان قلبي حي وما يرضلكش انك انت تتظلم ابدا. يا ادم ثق فيا، ثق فيا، وزي ما قلت لك المره اللي فاتت، الكلام اللي انت هتقوله هو اللي انا هقوله، هو اللي هتاخد بيه المحكمه. ثق فيا يا ادم، ثق فيا. تحلف؟ انت في بيت ربنا. ما تخافش. والله العظيم تلاتة، والله العظيم الكلام اللي انا هقوله هو اللي انت هتقوله، هو اللي المحكمة هتاخد بيه، ومش هسيبك يا ادم. واوعدك مفيش حد هيلمسك، وخد ده قسم عليا. هيا يا ادم، قلت ايه؟ وانا مصدقك يا باشا. اعلن مصدر مسؤول بوزاره الداخليه انه قد تم القبض على الارهابي ادم امين عبد الحي. جاء ذلك بعدما وصلت معلومات من الجهات الامنيه المختصه بان الارهابي كان يختبئ بمدينه الاقصر. قبضوا عليه، قبضوا عليه. استر يا رب. انا لازم اروح له، ما ينفعش اسيبه لوحده. ما ينفعش تروحي له اساسا يا نانسي، واهدي شويه. بروحك ليه هيفيد بايه؟ ولا حاجه. انا ممكن اروح له من زاويه ان انا من جمعيه حقوق الانسان واخده محامي معايا. عين العقل يا ابني. ادم دلوقتي محتاج للي يدافع عنه بشكل قانوني. انا هروح له، انا هروح له. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، دي طرف بسيط في القضية وبراءة مضمونة بإذن ربنا. أنا مش خايفة على نفسي، أنا خايفة عليه هو اللي هيتظلم، وحاسة إن أنا متكتفة، الإحساس ده هيجنني. هذا وقد أفادت الجهات الأمنية بأنه قد بدأ التحقيق مع الإرهابي المدعو آدم أمين عبد الحي للتعرف على باقي أفراد الخلية، وينتظر أن يتم القبض عليهم في أسرع وقت ممكن. وسوف نوفيكم بالمزيد من المستجدات في أشهرنا اللاحقة. يا لهوي، قبض عليك يا ضنايا، قبض عليك يا أخويا. قلبي عندك يا صبرا يا أختي. شفت اللي حصل يا خالو؟ شفت يا بطل. الناس بره ما بتتكلمش إلا في حكاية آدم عبد الحي الإرهابي اللي مسكوه. ابني بريء، ابني عمره ما كان إرهابي أبدا. آدم مظلوم، أنا متأكدة إنه مظلوم. أنا هدور عليه لغاية ما ألاقيه وأجيب له أكبر محامي في البلد. بجد يا عامر؟ طبعا يا صبرا، آدم ده ابني. ربنا معاك يا آدم، هيوقف لك ولاد الحلال يا رب يا رب. آدم أمين عبد الحي، طالب في سنة رابعة بكلية الآداب قسم اجتماع جامعة القاهرة، بتعمل كسائق ديليفري لتوصيل الطلبات للمنازل، السن 28 سنة، ومقيم في بولاء أبو العيلة. آدم، أنت متهم بقتل شخص أمريكاني على أرض مصرية وسرقته والانتساب لجماعة إرهابية دولية. إيه رأيك في الكلام ده يا آدم؟ باشا، الكلام اللي حضرتك قلته ده ما فيهوش حاجة صح غير بياناتي وان انا قتلت فعلا. يعني انت يا ادم بتعترف بقتل الامريكاني؟ ايوه يا باشا بعترف، بس هو اللي كان عايز يقتلني الاول وانا كنت بدافع عن نفسي. يعني هو كان عايز يقتلك وانت كنت بتدافع عن نفسك؟ ده على اساس يروح امك ان احنا لقينا جثته مرميه في الحمام بتاع بيتكم كان بالكبانيه؟ لا يا باشا، على اساس انكم لقيتوا جثته جنب دولاب السلاح بتاعه في فيلته. ايه اللي وداك هناك؟ كنت بوصل طلب. طلب ايه؟ بيتزا. الكلام ده كان حوالي الساعه كام؟ 8:30. كنت فين قبلها؟ المحل. ادم انت متعود تلبس ساعه؟ لا يا باشا. امال عرفت انها 8:30 منين؟ من الميعاد المكتوب في الاوردر. بقالك قد ايه بتشتغل في المطعم؟ اسبوع يا باشا.
وقبل كده كنت بتشتغل فين؟ في محل اسمه طلبك كبابجي. وسبته ليه؟ عشان صاحب المحل اشتغل. ريتشارد هو اللي فتح الاكل لما وديت الاوردر؟ لا يا باشا. امال عرفت منين ان الامريكان اسمه ريتشارد؟ من الجرايد والتلفزيون. امال مين اللي فتح لك؟ سمعت شرف. مين اللي فتح لك؟ الباب كان مفتوح. كان في حد معاه جوه؟ كان في حد معاه جوه؟ لا يا باشا، كان لوحده. تجتسي علينا ولا ايه؟ فاكرنا عيال صغيرة؟ ده انت كلب مالكش دية، تربية مرتشي ابن 60 كلب. البركة يا باشا في اللي خلونا كلاب مالهاش دية مرتشيين، واللي خلوا ابن كلب زي سعادتك يعمل فينا كده. جيات امك يا ادم يا عبد الحي، لعلقك واخليك هابر كل من يفكر يقف في وش الرسول. ادم انت كنت بتعترف انك انت قتلت لما من فضلك اطلع بره. انا مكاني مش هنا، مش هنا يعني. دخلت كليه الشرطه عشان ادافع عن حقوق الناس، مش عشان اهدر حقوقهم. يا رب ادخل. مساء الخير يا هشام بيه. تعالى يا باشمهندس. ها وصلت الحاجه؟ الريكفر تم بنجاح والفيديو اهو. الحمد لله الحمد لله، اخيرا بقى عندنا دليل براءة ادم. ايه ده؟ فين بقية الفيديو؟ بقية الفيديو باظ، بس الحمد لله احنا حصلنا على الجزء ده. برافو عليك يا باشمهندس. سيف باشا انا طلعت صح يا باشا، واحساس اللي سعادتك قعدت تتريق عليه طول الوقت هو اللي انتصر في النهايه. ايه التخريف اللي على الصبح ده؟ ده مش تخريف سعادتك، دي الحقيقه اللي سعادتك مش عاوز تصدقها، بس يمكن لما تشوف الفيديو ده تتاكد وتسلم ان انا اللي طلعت صح. ايه ده؟ ده فيديو الجريمة اللي احنا بندور عليه. لقيته الهارد؟ لا، دي نسخة من الفيديوهات اللي كانت على الهارد. نسخة الفيديو؟ ايوه، بس جريمة واضحة قدام سعادتك انها جريمة دفاع عن النفس مش جريمة ارهاب. وانا ايش ضمنني بقى ان الفيلم ده مش ملعوب فيه؟ ملعوب فيه ازاي؟ ده فيديو يعني صورة حية، هيتلعب فيه ازاي؟ هشام في ناس أدرى مني ومنك في الحاجات دي، وما تنساش إن آدم عبد الحي منتمي لمنظمة إرهابية، يعني بالنسبة لهم الموضوع ده في منتهى التفاهة، يعني يلعبوا في الفيلم ويعملوه على مزاجهم عشان يفشكلوا لنا القضية ويطلعوا الواد براءة. هم اللي معترفين إن هم اللي عاملينها، ده بيفتخروا بده وبيعتبروه شهيد، دول ما صدقوا. أنا بقى مش مصدق ومش هصدق إلا لما يجيلي الهارد المفقود في محضر المباحث، غير كده مش هعترف بأي حاجة. يا باشا الجريمة كلها متصورة قدام سعادتك. عدم وجود الفيديو أكبر دليل على إن الفيديو ده مصور. وأنت على هنا. البت اللي اسمها نانسي اللي أنت أقنعتني وخليتني أروحها، مش جت هنا واستجوبناها وكذبت عليك وعليا؟ البت دي زي ما سعادتك عارف مسيحية. تقدر تقولي إزاي واحدة زي دي ممكن تتعاون مع إرهابي إسلامي متطرف؟
كلهم إرهابيين يا حبيبي. الإرهاب ملوش لا وطن ولا دين. يا شبيه أنت مش من هنا ولا إيه؟ لو التدليس والظلم وإهدار حقوق الناس بقى هما اللي بيحكموا هنا، يبقى أنا يا باشا ما يشرفنيش إني أكون هنا. هشام أنت إزاي تكلمني بالطريقة دي؟ أمال عاوزني أكلمك إزاي؟ وأنا شايفك ظالم وبتظلم بريئه وقدامك دليل براءته ومش عاوز تعترف بيه. باشا أنا ممكن أسألك سؤال؟ هو سعادتك بالليل بيجي لك نوم؟ يعني بتنام مرتاح البال؟ وبالنهار كمان يا حبيبي وبشخر. الفيديو ده لنا ولا انت اللي هنفصل فيه، ده لازم تعرض على خبير، هو اللي هيحكم ما بيننا. وبعدين بقى خلينا في المهم، البنت اللي اسمها نانسي دي يطلع لها قرار اعتقال وتعتقلها دلوقتي حالا.